EFM. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. حلقة جديدة من توسكي سبور، حلقة الحد 20 أوت 2023. تبدأ من تو تتواصل حتى للساعتين كما كلنا لحد باش يكونوا معنا ضيف نحكيوا معه على جديد ونحكيوا على مسيرته ونحكيوا على الأكتواليتي في الرياضة التونسية. اليوم ضيفنا مدرب تونسي وهو واحد من أبرز الكفاءات نتاعنا واللي نفتخروا بهم واللي مشى خلى البصمة نتاعو في تونس وإلى خارج تونس، سواء كمدرب أول وإلا حتى كمدرب مساعد في السعودية في البحرين وإلا حتى في تونس. صابر عبدالليوي هو ضيفنا اليوم من توا حتى الماضي ساعتين. انتوا تسمعوا في توسكي سبور مع قيس بنينة على EFM أحلى راديو. تحية كبرى لكل الفريق العامل، كوجا في الإخراج، إيمان الجدي في الإخراج الرقمي، أميمة القربي في السوشيال ميديا، ومهدي العيادي في الأعداد. ومباشرة نمشي ونحكيه مع ضيفنا اليوم اللي بيكون معنا عبر الهاتف الكوتش صابر عبدالليوي. صابر مرحبا بيك. مرحبا بيك أخويا بنين، ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نعديه مع بعضنا سويا عزيزي نحكيه فيها على الكورة ونحكيه برشة على السبور في تونس إن شاء الله. صابر عبدالليوي نذكره أنه هو كان درب النادي الإفريقي، كان درب الباطن السعودي، درب زادة مستقبل جيبس، نادي الكوكب السعودي، نادي البنزرتي، نادي زادة في البحرين، كان درب زادة زوز أندية بحرين، نادي البديع البحريني، زادة نادي السيتين البحرين في الدوري الدرجة الممتاز البحريني. خلينا نبدأ من الأول كوتش، مسيرتك كانت في مع النادي البحرين، النادي البديع البحريني، تقريبا ما تشوفش انه كانت مغامرة انك تمشي تدرب نادي في البحرين يلعب تقريبا نحكيه على تفادي النزول والمرتبة الاخيرة؟ بقى شوف، بالنسبة للبحرين بالنسبة لي انا تسمى تجربة الحمد لله ناجحة. انا تنحكيك البحرين عملت فيها ثلاثة مواسم في الاجمال ناجحة، خاطر توا حتى اسم صابر غادي في البحرين تقريبا ثم يعني يمكن 4-5 نوادي من أفضل النوادي موجودين في البحرين يعني كانوا يتصلوا بي على أساس نكون معهم. بعد طبعا أحكي لك شنو اللي قاعد يصير، خاطر ثم إشكال كبير برشا للمدربين التونسيين الكل، واللي هو اللي ديبلومي برو طبعا، بعد إن شاء الله نعطيه وقت صغير نحكيه فيه خاطر هذا موضوع كبير برشا. بالنسبة نرجع لك التجربة نتاعي، أنا خرجت المرة الأولى مع نادي بسيتين كان في الدرجة الثانية، ما كنت بالسعودي مع النادي الممتاز. الموسم اللي بعده كيف كيف النادي كان وضعه يعني صعيب برشا، وتمكننا من تثبيت النادي في الدوري الممتاز، وهذاك يعني شيء يعني احتسب الكفاءة التونسية. عملنا عام مزيان برشا، خلى الفرق الكل يعني تقريب باسم صابر عبدالله موجود برشا في البحرين، يعني مربوط اسمي بالبحرين برشا، حتى توا فما بعض المدربين مشاو البحرين اول ما يمشي يهزوا تليفوني يكلموني يسألوا على الظروف على الخدمة على بعض الاندية، وهذه حاجة باهية. احنا ماذا بينا ديما المدرب التونسي ديما ينور الكفاءات التونسية في خارج حدود الوطن. الموسم الثاني تعدى به برشا وعلاقتي طيبة مع النادي التوى، حتى النادي يهز ويتصل بي ويسأل على اللعيبة وشكون اللعيبة نجم نجيبهم، يعني هذه حاجة باهية برشا. الموسم اللي فات بالعكس، شوف أنا ديما أقولها من المدرب اللي ما يقبلش التحديات وما اللي خاف ينجم شيرين. كان الوضع خايب برشا، فريق بعيد تقريبا 8 نقاط على يعني 8 نقاط للنزول، جات له اوفر، ثم بروجي سبورتيف كان موجود يعني بغض النظر ينزل ولا ما ينزلش الفريق، وكان الكونترا تقريبا سنتين ومشينا هزيت معايا بعض اللعيبه كيما الكابيتان نتاع النادي بنزرتي طيب بن زيتون مشى معايا، عبد عام باهي لعب الباهي غادي، حتى بعض الفرق قعدت تطلب فيه اسمه حبوا يصحوا ويوقعوا معاه، جبنا بعض الزبك كيف لاعيبه من موريتانيا والحمد لله بدينا يمكن وقت اكتمل تاع لي ريكروتمون في الميركاتو الشتوي، عملنا مباريات باهيه برشا، ولكن اللي يمكن ثم حاجه صارت صغيره انه الفريق
تعب يعني صارت بعض المشاكل التحكيميه، المشاكل التحكيميه فما مباراه خلى رئيس النادي يعني ينسحب من المباراه، والانسحاب هذا كان جر عليه الا 6 نقاط. وقت صارت الا 6 نقاط وقت الفريق ولت الظروف صعيبه برشا، ولكن يعني كأداء ولا كنتائج تحسنت النتائج بعد تقريب شهرين من وصلت، وكان هذا كل موجود حتى على يعني نعم حتى في لي ديميسيون تاعهم يحكيوا على النادي الدائري كيفاش تحسن كل شيء، ولكن هك 6 نقاط هذوك مضروا برشا الفريق. ولكن شوف نعاود نرجع لك، اوكي برشا يقول يعني ريسك، هو كان كوتش كان ريسك حاجه باهيه دي. هو كان ريسك انك اصلا تقبل يعني فريق يلعب على تفادي النزول، وين كي نحكيو على البطوله البحرينيه ماهيش البطوله الكويتيه والسعوديه والقطريه، يعني ماهيش في نفس المستوى تاع البطولات الخليجيه الكبرى الاخرى. لا شوف قايس، راهو رد بالك، راهو البطولات بدلت برشا، راهو تو البطوله البحرينيه راهو فما برشا مش قاعدين يعرفوا البطوله البحرينيه، راهو وليت من افضل البطولات العربيه الموجوده، برشا الناس تو تحب تدخل البحرين. البطوله البحرينيه توا كي تمشي تشوف الانفراستركتور الموجوده غادي راهو ما عند، لما تنجمش تقارن، انا مش قارن لك بتونس، انا خدمت في السعوديه في تونس وشفت، راهو ما تنجمش تقارن، راهو لي تيران الموجوده الناس تلعب، البث التلفزي موجود، يعني الماتشوات الكل منقوله. حاجه اخرى الفار سنا باش يبدا اعتماد الفار في كل المباريات، لي كاتابولت لي جي بي اس موجودين على، شوف الاتحاد البحريني يعطي الجي بي اس جراتويتمون للانديه الكل، احنا في تونس عندنا كان 4 انديه عندهم جي بي اس يستعملوه، النادي الافريقي، الترجي الرياضي التونسي، صفاقس ونجم الساحل. معناتها يعني نحكيو هنا على فرق كبير بالامكانيات بتبيعها. اي الامكانيات، ها نقول لك حاجه، راهو الامكانيات تخليك تستقطب نوعيه لعيبه باهين، دونك شي يصير توا البحرين كل اللعيبه اللي قاعد ماشيه تلعب غادي من افضل اللاعبين الموجودين. تو حتى المدربين، تو المدربين توانسه يحبوا يمشيوا غادي، فما حتى جواريات توانسه برشا كانوا موجودين تقريبا، حتى المدير الفني في المدير الفني في دوله البحرين يظل هو الكفاءه التونسيه سيد بلحسن ملوش. بيان سور بيان سور، عندنا برشا، شوف توانسه انا وقت خدمت في البحرين كانوا موجود محمد المكشر مدرب تاع المنامه، كان كنت انا موجود عندي البسيتين، كان نصيف البواوي عنده المحرك، تاو المحرك فيها خشام التونسي مع جمال بن سالم مساعد، فراس شوات موقع في المحرك، لمجد عامر موقع مع الحد، يعني ولات وجهه للاعبين اللي يلوجوا على يعني على الامكانيات، وفي نفس الوقت تلقى حتى نيفو جو تحسن برشا. يعني نقول لك انا ديما نعاود نرجع لك، راهو الامكانيات تخليك توفر ظروف باهي للاعب وللمدرب باش تشوف طريقه لعب مزيانه برشا، وهذا اللي قاعد يصير في الدول. انت شوف السعوديه تو بالامكانيات اللي عندها اش عامله، دونك البحرين قاعده تخلط عليها كيف. الحاجه الاخرى نعاود نرجع لك تو اللي قاعد يصير، انه تقريب دول الخليج الكل قاعد تتبع في السعوديه، دونك حاطين كاكزومبل قاعدين يتبعوا فيها. وبرمي الحاجات اللي قاعده تصير، انه توا السعوديه اللي قلت لك بكري نحكيو عليه، اللي هي الليسونس برو اللي ولوا يطلبوا فيها على المدرب الاول كان سواء في الممتاز والا في الدرجه الاولى. توا حتى الفرق الاخرى كيما البحرين توا ماشي نفس التوجه، لبنان كيف نفس التوجه، العراق كيف نفس التوجه، الوغ كو احنا في تونس تقريبا ما عندنا حتى مدرب عنده البرو، اللهم واحد يبدا خرج برا ولا حاجه. دونك يعني احنا ديجا مانيش باش نلوم يعني على الجامعه، لانه حتى هي حتى الاتحاد الافريقي عنده دخل في الحكايه دي، حتى الافريقيه البرو ماهيش قاعده تستعمل، ماهيش قاعده تتحل، الكل الازياتيك هربوا بينا برشا. دونك توا تشوف انت المدربين توانسه الدوري الدرجه الثانيه السعوديه ما في حتى واحد تونسي اللي كان يخدموا فيه 11. بالضبط. دونك الممتاز بالطبيعه ما في حتى تونسي اللي كانوا يخدموا فيه باثنين ثلاثه.
كوتش، باش مستوى نسألك على سقيم. البطولة السعودية، وانت معناتها دربت غديكا مع يعني القفزة اللي قاعدة صايرة في الدوري السعودي والأسماء الكبيرة اللي ولات موجودة في البطولة السعودية، ما تشوفش انه التوجه هذايا مع الإشكال اللي قلت عليه انت بتاع يعني الليسونس بتاع المدربين بتاعنا، باش يخلق إشكال بالنسبة حتى للكفاءات التونسية باش تمشي تدرب في الدوري السعودي، أسماء لا معناتها كبير برشا خلينا نقول الدوري هو السعودي. مش باش يخلق، هو سيء خلق الاشكال وكمل سيء. توا اي مدرب تونسي تحكي معاه اللي سيرتو اللي يخدموا في الخليج تقول له كيفاش، اول حاجه يخمم فيها يقول لك انا نخمم كيفاش نجم نعمل برو ليسونس برو، خاطر في تونس ما تحلتش، واذا كان باش يحلوها بيانتو قالوا باش يحلوا باش ياخذوا 20 25 بيرسون، 20 25 شكون باش يراني وشكون مش باش يراني، 20 25 يعني ما تعمل حتى شيء. وعندك انت المنتخبات، المدربين بتاع المنتخبات غير المدربين بتاع الليغيون موجوده في تونس. دونك توا تقريب كل فما حتى مدربين عندهم 15 20 سنه ايرانيين وكل عام في السعوديه سنه ما همش قاعدين يخدموا، خاطر الليسونس برو فرضت عليهم ما عادش ينجم ايراني كان كي يبدا عنده. واضح. يعني مشكله كبيره برشا. توا الناس كل ولد فما باش يشوف يسافر باش يحاول يعمل ليسونس برو باش ينجم ايراني بعد في السعوديه، وبيانتو باش تولي تدخل في البحرين وفي العراق. انا شوف انا باش نقول لك حاجه تخصني، انا ما عنديش كان جور جاني اوفر، جاني اوفر من لبنان، لبنان اوفر باهي برشا، وكنا ماشيين مرجلين في الاخر. اخر شيء لادجوا اللي موجود غادي عنده البرو، انا ما عنديش دونك ما نجموش، قالوا لي ما نجموش نجيبوا ان انترونور يبدا. كي تشوف السي في قالوا لي السي في اوكي مزيان ماذا بينا تبدا معانا، مي عندك انت انا جوا عنده البرو وانت عندك ليسونس كاف ما تنجمش. واضح. به مشكلة كبيرة هذه زي ما نحكيو فيها كامل نحكيو على البرو بالضبط ما يا نحكيوش. كوتش، احنا تو نخليوك بعض اللحظات نمشيو للبيوب وثم راجعين. انتوا تسمعوا في توسكي سبور مع قيس بنينة على اي اف ام احلى راديو. مرحبا من جديد، ماضي ساعة و 45 دقيقة غادي تسمعوا في توسكي سبور. ضيفنا اليوم هو المدرب صابر عبد اللاوي، كنا حكينا معاه على مسيرته التدريبية في الخليج العربي، نرجع شوية نحكيو على تونس. كوتش، كنت دربت في نادي البنزرتي مع كنت زاد ثنائي كنت انت والمدرب منتصر لوحيشي في نادي البنزرتي عام 2018، يعني 15 انتصار. ثم خرجت انت من الفريق، ثم تراجع في النتائج في نادي البنزرتي في الوقت هذاك، شنو تفسر وقتها اللي صار؟ بالنسبة مع منصار خدمنا برشا، بدينا بجابس عملنا دي ريزلتات باهيين، بعد كنا باش نمشيو للنادي الافريقي بعد ما كتبش، ومن بعد عاودنا على التجربة مع نادي البنزرتي، عملنا وقت اكسبلوا باهي برشا، 15 ماتش سونديفيت كنا كلاسمون تاعنا دوزيام، وكنا نربحوا دو ماتش ترجم من الدولة الأمين للي كملناه كلاسمون تاعنا دوزيام. شوف اللي صار، يمكن وقتها في الميركاتو كان من المفروض وقتها خرج بلال السعيداني وسط الميدان والكابتن تاع الفريق، المفروض كنا كيف كيف زياد العونة اللي وقتها مشى لنادي الباتون، يعني تقريب زوز ركائز تاع الفريق. لو كانت يعني الهيئه وقتها كان مكنتنا باش نعوضوهم بزوز لعيبه ونزيدوا على الاقل لاعبين اخرين في الاماكن اللي ناقصه، كنا نجموا نكملوا بنفس النسق اللي كنا نلعبوا فيه. ولكن وقتها ما يعني الظروف الماديه خاصه نعاود الظروف الماديه هي اللي اثرت على المردود، لانه اللاعبين صرنا بعض الاشهر مانيش خالصين للامانه دي يعني، ويعني واللاعب خاصة نشوف اللاعب يلعب اوكي كرة، ولكن اهم شيء نعاود نرجع يعني اهم شيء انه خاصة الاستقرار المالي باش يبدا حتى مرتاح في مخه كل شيء ما كانش موجود، يعني نعاود كانت الامور اكثر الزاد البشري ينقص، ما دعمناش الزاد البشري بتاع نادي البنزرتي وقتها مع الامور المادية اللي كانت ما هيش مريقلة، ووقتها تراجع فريق الاداء نتاعو تراجع. كنا يعني احنا حتى كطاقم فني غير انه نتلاهوا بالامور الفنيه، ولا تفهم امور نفسانيه، ولا تفهم امور اداريه اللي هي بيه. يعني التراكم تاع الشيء هذا اوتوماتيكمون يخلي النتائج تتراجع. ولكن كان الفاز اللي عملنا فاز مزيان برشا، اللعيبه كانوا منضبطين، الخدمه كانت موجوده،
باركور اكسيبسيونال بنزرت تقريبا يمكن قداش من عام ما صارش هذاك، مي الحمد لله الحمد لله توقع ديما اكسبيرونس باهية، وان شاء الله ان شاء الله نعاودوها مرة اخرى. باهي كوش، نحكيو شوية على النادي الافريقي، باش نرجع نحكيو شوية على الاكتواليتي في النادي الافريقي، الانتدابات، ناخذ رايك في الانتدابات تاع النادي الافريقي، لكن ما نجموش ما نرجعوش معك شوية للفترة اللي كنت موجود فيها في النادي الافريقي الفترة الأخيرة، سواء مع المدرب منتصر الوحيشي، زادة كنت معاه على رأس الإطار الفني للنادي الافريقي، وزادة كنت مع رأس الإطار الفني مع المدرب الفرنسي زادة برتران مارشان. كوش حاب نرجعك معايا على الفترة نتاع برتران مارشان ومباراة يانغ افريكانز التنزاني، وفي الوقت هذيك كان المدرب يعني الفرنسي في المساحة كان مريض، والمباراة اللي المباراة هذيك انت مثلا السؤال اللي تسألوا برشا من جميع النادي الافريقي، التشكيلة كيفاش كانت الوقت هذيك، شكون حط في المقابلة التشكيلة هذيك، هل انت كنت خديت الديسيزيون وحدك وخديت وحطيت التشكيلة، ولا كنت بتشاور مع المدرب الفرنسي برتران مارشان وبقيت لي طرف الفني؟ بالنسبة للنادي الإفريقي، شوف أنا النادي الإفريقي تقريبا عملت فيها 14 سنة، منها 5 مواسم في مع الفريق الأول و9 مواسم في الشوبين. أنا بديت النادي الإفريقي بديت بنيفول في أعمار 8 و9 سنين، وكنت أمام حتى ناخذ فلوس. العام اللي بعده خذيت ليكول، كنت مساعد مع لطفي المحاسي اللي نوجه له تحية. العام اللي بعده خذيت انا المينيم وبديت من المينيم وعملنا ريجلتا باهي حتى لين وصلت للسينيوري كوتش. دونك وحتى زاد نذكر اللي كنت في ضمن الاطار الفني اللي كان فاز بلقب البطوله عام 2015 2015 اي فوالا. انا 2014 وقتها تحصلت على الكاس مع الليزونيت اللي هو الفريق الثاني للنادي الافريقي. العام اللي بعده طلعت مع 2015 وقت مع دانيال سانشيز، خذينا كنت مساعد ثاني مع دانيال سانشيز وتحسنا على البطوله 2015. كان عام مزيان برشا، كانوا فما لاعبين باهيين برشا، امتدادات كانت باهيه للامانه. من بعد نرجع لك الماتش من بعد بون بعد اليوم ماتش بالطبيعه صارت برشا حاجات في النادي الفريق في الوقت هذاك، لكن اللي قعد التركيز برشا على ماتش يونغ افريكانز التنزاني. ماتش برشا برشا يحكي فيه. بالنسبة ليانغ أفريكا التنزاني، الجمعة الأسبوع اللي قاعدين نتمرنوا فيه كان المدرب معانا ونتمرنوا عادي، يعني ما فما حتى إشكالية نتمرنوا حتى إيش ليلة المباراة. المباراة يعني نهار المباراة حضرنا حتى الاجتماع الفني، كل شيء كان حاضر بالتنسيق مع مارشان، كان لاباس عليه. ليلة المباراة وقتها صار يعني حاسس بقلق وكل شيء، دونك هزوا الكلينيك. وقتها انا كيما غدوه باش يصير الاجتماع الفني، وقتها انا عملت الاجتماع الفني وسيرت المباراه، يعني التشكيله ونتاع الفريق وشكون لعب وشكون ما لعبش، هذاك الكل حضرناه جمعه كامله طاقم فني، يعني طاقم فني مع بعضنا حضرنا شكون يستحق يلعب وشكون ما يستحقش يلعب. خليني نرجع لك توا، يعني اللي قاعد يصير مثال علي العامري، علاش لعب؟ خاطر علي العامري كان وقتها شهر ما لعبش وعاود رجع. وقت علي العامري، خليني يعني نوضح للجمهور اللي توا علي العامري تقريبا رجع للنادي الافريقي وصح، ومن افضل المهاجمين اللي موجودين. علي العامري عنده كاليتي من افضل المهاجمين الموجودين، سريع، هذا مش انا نقوله، خاطر ثم جي بي اس يعطيك الكيلومتراج، ذكي، يعني يحارب على كورته، يعني واحنا نلعبوا مع فريق وقت يانغ افريكا تنزانيا، خلينا نرجع من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا الموسم هذا، عنده تقريبا 40 لاعب، عنده افضل مهاجم افريقي دايور. خلينا نرجع نبدا من الاخر، انت توا هو لعب فينال كان ينجم يهز الكاس بالضبط مع المدرب التونسي نصر الدين. اي صحيح، دونك هو يعني فريق قوي، فريق من افضل الفرق الموجوده، يلزمنا نحاربه باكثر حاجه موجوده عنه. علي العامري يرجع من التدرب وقت في ماتش اميكال ضد المنتخب الاولمبي الفرنسي، وكان من افضل اللاعبين، تضرب ومن بعد استنيناه بشوي بشوي اللي نرجع. الماتش في الذهاب ما كانش حاضر 100%، الروتور كان حاضر 100% وقت لعب، ولكن في العرض ما كانش يعني فرفوع تلقى الجوار ما يكونش في نهاره، ما كانش في نهاره، هذاك علاش الجمهور ترش، يعني كيفاش كان غايب وبعد رجع علاش لعب. دونك هذايا سيرتو الناس ديما وين تقابلني في الشارع، علاش لعبتو؟ راهو لعب لخاطر كان خاصة في لونترينمون كان بارمي لي ميور، أفضل مهاجم عندنا في لونترينمون، كان في لونترينمون
تبارك الله عليه، ولكن نهار الماتش بارفوا تلقى جوار جولسون ما تلقاهوش في الماتش. بعدين اللي صار انا يمكن زدت 10 دقائق ولا 5 دقائق وغيرته مباشر، خرجت ومن بعد عملنا التغييرات. المشكله اللي صارت انه خليني نقول كنا مندفعين برشا مع التغييرات، شفتوا وقت دخل وسام يحيى، كي دخلت وسام يحيى وسام يحيى تبارك الله يلعب ثقيل الباهي، خذينا احنا اللعب واخي بحاجه ان قبلنا هدف في توم فور نتاعنا، وقت احنا نازلين على الفريق وقتها قبلنا الهدف بهجمه معاكسه. الجانب ما نحبش ما هوش ما نقولش الجانب التكتيكي، خاطر بارفوا وقت يبدا الجمهور قدامك 40 ألف ويدزوا معاك حتى جوار يبورتون، كنت وقتها على ليكيليبر قعدت نتيح برشا على حمد الدخيل على الجوارات باش يرجعوا ليكيليبر، خاطر الناس كل مع الجمهور قاعد يدز والناس كل طلعت الفوق قعدنا نتيح خاطر ليكيليبر ذا التالي. مي عندهم رقم 10 عزيز هذاك سي ان تكنيسيان يشوت بالباهي، حاضرنا له كلمنا الجوارات قلنا له ما نخلوش يشوت كل شيء. مي شوف هذيك احكام الكوره، احنا اشتهدنا رجعت الكوره شاطه يعني كان يعاودها 100 مره ما تدخلش يعني خذاها على فولي الكوره هابطه ربها ديريكت. نعاود نرجع لك لعبنا مع فريق ممتاز، عدينا مباراه خاصه غادي في باهيه برشا، لهنا في الروتور وقت يمكن خليني نقول لك خسرنا الماتش خاطر طمعنا برشا وقت كانت اللعبه ايكيليبري دونك، واحنا عدنا الكوره بعد نزلنا برشا طلعنا خلينا باهي كوتش. نقدموا شويه في الحوار خاطر ما عادش عندنا برشا وقت نحكيو على نوصلوا الحديث على النادي الافريقي. النادي الافريقي حبيت باش نسالك سؤال مباشر، قل لي هل الهيئه الحاليه هيئه يوسف العلمي كانت تسلمت مخاليد الفريق في ظروف صعيبه برشا، النادي كان يعني مسال في برشا فلوس عقوبات قضايا من الفيفا، اليوم النادي الافريقي تقريبا خلينا نقولوا خرج من عنق الزجاجه وتنفس شويه، هل تشوف انه هيئه يوسف العلمي نجحت في اللي جات على خاطره؟ لا اكيد مش نجحت، اكسبو عملت حاجه يعني ما توقعهاش، انا عايش في الافريقي وشايف انا خفت وقت رجعنا وقت مع منصل وحيشي ورجعنا نخدم وكان موجود يوسف العلمي. ما نكذبش عليك انا اول نهار دخلت للبارك ما عرفتش البارك، خاطر انا قعدت يمكن عامين ثلاث سنين البارك، ومن بعد كي دخلت بجنبي منصر قلت له البارك ما عادش نعرفه، البارك تبدل يعني جمعيه مشات، دونك ما كنتش نتصور اني نادي افريقي باش ترجع، يعني كما انت تو تدخل البارك تاع النادي الافريقي تلقى مركب عسلي، تلقى تيران، تلقى صال ميسكولاسيون جديده، تلقى راهو هذوما اللي زان فلاسلوتين موجوده في النادي الافريقي ما تلقاهمش في جمعيات اخرى. غير هذا يعني انت عندك كل الديون هذيك قاعده تفرع فيها من جهه، وعندك يعني انفراستركتور، وراهو اسمعني عاد نجي ثلاث سنين ما ترانيناش في البارك، تو رجع الجمهور للبارك، رجعت الجوارات للبارك، رجعنا كيما نقولوا لدارنا، دونك هذه حاجات راهي تتحسب للهيئة. وفي الوضع الصعيب اللي يعني الهيئة يوسف العلمي واللي معاه خذاو النادي الافريقي في الوضع هذاك، نقول لهم كان شافوه، بالعكس توا شوف انت النادي الافريقي نحى من على الانتداب، خلص برشا فلوس، وتوا حتى الانتدابات على الورق نعاود نرجع حتى الانتدابات اللي قام بها محترمه يعني. خلينا نحكيو على الانتدابات، شنو رايك انت في الانتدابات؟ كي نحكيو فما حسام اللاسوسي، محمد امين الحمروني كظهير ايسر، فما المهاجم كينغسلي ايدو، عوده بسام الاسرار، في يحيى المتيري، عامر العمراني، كيف شنو رايك في انتدابات النادي الافريقي اللي قام بهم الموسم هذا؟ شوف بالنسبه خلينا نبدا بالنسبه احنا ما ديما نحكيو بارابور السوق الموجود والا اللاعبين اللي موجودين في البطوله التونسيه، خليني نقول انا باش نحكي عن النادي الافريقي، حتى الترجي زاد موجود، الترجي تقريب فر بافضل يعني اللعيبه اللي موجودين في تونس، والنادي الافريقي الانتدابات نتاعو كانت سيبلي يعني خسرتو لي بوست اللي ناقصين، احنا جاب سيرتو الظهير الايسر، احنا عندنا برشا ديما نلوج نقولوا النادي الافريقي ماذا بينا ريور جوش ريور دروا، جاب عندك عامر العمراني كيف كيف، يحيى سليمان، جاب يحيى المتيري نتاع القروان باهي، الحمروني نتاع صفاقس عدى عام مزيان برشا، شفناه حتى في الماتش الاخراني رابيد عنده لي سونتر اون كورس باهيين برشا، دونك هذا باش يعاون يعني الموضوع نتاع الظهير الايسر تسكر تقريبا نتاع النادي الافريقي ما نقعدوش ديما نحكيو عليه.
رايك الصغير كيف كيف الهمامي اللي كان تشوف عام انت كاتش تشوف انه مثل ليبيا. حتى كينغسلي يودو كمهاجم، تشوفه هذاك المهاجم اللي يبحث عليه النادي الافريقي؟ شوف بالنسبه للمهاجمين، شوف الناس كل نعرفوا الامكانيات الفنيه نتاع يودو، عنده امكانيات طيبه، عدى موسم به برشا مع الشياطين، من بعد مشى للترجي، يمكن بلوز موا طريقه اللاعب مشات معاه، ما تنجمش تحكم عليه في النادي الافريقي كان بعد ما نشوفوا بعض المباريات، خاطر ما تعرف ديما نوعيه اللعيبه اللي موجودين مع المهاجم هما اللي يخليوا المهاجم يبرز، والا طريقه اللعب نتاع المدرب تخلي المهاجم يعني يوري الامكانيات اللي عنده، والا تنجم تقتل المهاجم احنا بكره الكره، دونك ما نجموش نحكيوا عليه توا، هو كامكانيات كوتش. احكي لي شويه على بسام صرارفي، خاطر حتى على التوقيت، احكي لي شويه على بسام صرارفي ومازال سؤال اخير، بسام صرارفي وسؤال اخير. بسام ولد، اول حاجه ولد الجمعيه والناس الكل تعرفوا، جور رابيد تكنيسيان دايور، الحاجه الفرحان بها انه البارح ماركه، يعني هذه حاجه باهيه لي هو وللثقه بينه وبين الجمهور وبين جمعيته، يعني بونت نتاع البارح يخليه يزيد يخدم اكثر، تبدل شويه بسام على قبل انا نعرف من كان صغير تو تحسوا جاي بلغت كوره جيعان كوري، يحب يلعب يحب يعاود، تحس انه بس منضج كروي كابتن. شوف وقت الجوغ اللي بلو ماتور في مخه رزن شويه، خلينا نقولوا يعني ما يسالش نقول الكلمه، رزن شويه في مخه، دونك ولا يحس انه لازم يعطي اكثر باش ما يخسرش كاريره، دونك هو كوتش هو باش يعمل 100% باش يحاول يوري باللي هو مازال. باهي سؤال اخير في 10 ثواني، النادي الافريقي السنه يلعب مسابقه كاس الكاف، وين تتصور انه بالافكتيف هذا ينجم يوصل بعيد؟ بقدره ربي باش يوصل بعيد، سيرتو انه تنحات الدور الاول، دونك ديريكت باش يلعب الدور الثاني، والفريق اللي باش يلعب له يعني في المستوى ماهوش فريق يعني قوي برشا، كي يدخل دوري المجموعات النادي الافريقي يعمل حاجه باهيه برشا ان شاء الله. واضح، شكرا لك كوتش صابر عبد اللوي، كنت معنا في توسكي سبور، واحنا وصلنا لجوم وصلنا توا لنهايه الحصه نتاعنا، ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم.